سوار عمرك 27 سنة، أنت طالبة، ماذا بينا لو كان تعطينا رأيك في اللي سمعته الكل؟ المشكلة اللي عندي أنا بريسك عند اللي سمعتهم الكل، كيما الأنسة لمية، كيما الأنسة نور، كيما نسرين، نفسها اللي تعرضوا لهم هما وحكاوة أنا نفسه تعرضت له في كل شيء. يعرضك مرا في الشارع يا لطيف اللطف استغفر الله، كأني أنا عاملة ذنب. هي شهوة رو. هي أيه موفيس سيركولاسيون اللي من الولادة اللي عطولا احنا بالدرجة معتها شهوة. شهوة كبيرة عندك لهنا هكا ولا؟ أيه هكا معتها ستون موفيس سيركولاسيون. أيه. وبالله تداوى ولا؟ تداوى أما المشكل يعني المبلغ متاحة يعني هي تعمل غريف دو بو. غريف دو بو جملة؟ جملة أيه. خاطر بشوي لهنا عندنا وعند طبيب أنتم جبتوه أنا اللي كيفاش؟ الطبيب اللي مشيت له وقال لي اللي فما حل لحكايتي هو سي طاهر الجمل. اي مشيت له عمناول. اي وقبل كانوا اعطيني حلول اخرى وخايبه برشا، كانوا باش يحلوا لي وجهي منا ومنا ويقعد التراس من هنا ومن هنا، يعني ما عملنا حد شيء، باش يكملوا فسدوا لي الوجه الاخر. كي شفت عندكم انتم تفرجت في الايميسيون، شفت سي طاهر الجمل، مشيت له. مشيت باش نشوف معناها، قال لي اللي فما غريف دو بول تنجم تعملها حتى خاطر، قال لي معناها هي خير من اي حل واحد اخر، وهي معناها هي خير وناجحه و... وما بربي دقيقه متداو لا غريف دو بول تتعمل؟ سي دلا سي دلا شيروجي تخي سبيسياليزي تخي بوانتو، ديجا مش الناس الكل تعمل فيها، معناها هذايا فريمون ينجم يجاوبك عليه كان المختص في المختص. خاطر انا اللي شفته انا الغريف دو بول اللي تحكي عليه معناتها ساعة نفكر امرأة عملت غريف نتاع وجه ركبوا لها وجه معناتها تتعدى في الأخبار نتاع الثمانية يحكيوا عليها كيما قالت لك الدكتورة سي تخي بوانتو معناتها حاجة معناتها أنت كيف قاعدة تحكي عليها تحكي عليها تو هي كيف تقول لازير سي كومام اون انترفونسيون خفيفة. أنا عندي النوع الخايب اللي هي مش كيف فاتحة كيف هي، أنا عندي الغامقة معناها الليزر ما سنين نبقى وما يعملش نتيجة. والغريف دو بو معناتها وأنك يزرعوا لك الجلدة نحيوا لي بارتي النتيجة تجي بعد قداش من وقت؟ بالوقت 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 قال لي باش معناها حتى إلى بقات سيكاتريس حاجة خفيفة معناها حاجة ما مش كيما وتقعد عندك سيكاتريس ولا؟ اللي فهمته منه اللي ما عادش فما سيكاتريس، حاجة معناها بسيطة خاطر حتى اللي وراني ديز اكزومبل ما فماش بسيطة، فما ولا ما فماش؟ فما سيكاتريس ولا ما فماش؟ فما بيان سور باش يخلي سيكاتريس أما مش كيما كوليرا كاية، فما فرق باش تخلي معناها حاجة خفيفة ماهيش حتى بالمكياج تتخبى، أنا هذه بالمكياج ما نجمش نخباها ماهيش حتى اللي معناها شفتهم عباد عاملين ما فماش حتى أثر يعني حتى شفت عباد عاملين شفت عاملين في تونس معناتها عاملين عنده هو عنده هو عند الدكتور هذايا وراني دي زيكزومبل وشفت نتيجة نتيجة تحفونة شفت يعني الشهوة كيما هكا فوق الخشم نحيينها يعني ما فما حتى شيء كي عملت لوبيراسيون كاينه متى انت كي تشوفها تقول هذه ما كانش عندها حاجه في وجه. وقداش تتكلف العمليه؟ 6 ملاي. ماهيش انا والله كنت نتخيل خاطر انا شفت عمليات جاوا لهنا نفكر وقتها معناتها عباد تحكي بالمليار و700 ما هي عاد مع ظروفي انا الماديه احنا انا في دارنا كان بابا يخدم واحنا اخواتي الكل يقراوا معناها 6 ملايين بالنسبه لي انا مبلغ كبير. مش كيما عباد انت وميزانيه الانسان وكيفاش يعيش 6 ملايين ليا انا يعني حاجه كبيره كيما تحكي عند مليار عند واحد اخر فهمت 6 ملايين عندك انت كيما مليار عند واحد اخر به اسمعني يا اخي انت توا عمرك 27 سنه وطالبه فيش انا قصيت على القرايه ورجعت ونقص ونرجع ونفد وكل مره كيفاش علاش نفسيتي كي تتعب نفسيتي نروح للدار نرقد ما نعمل حتى شيء وبعد كنولي نحب نولي نرجع نقرا بعد كل مره قصيت بريود باش نخدم باش في بالي باش نعمل اوبيراسيون يا اخي معناتها زدت بالعكس تفاجأت بحاجات اخرى. شنو تفاجأت؟ تفاجأت اللي انا معناها في الخدمه يعني اي دومين نمشي نخدم فيه نتعب نفسانيا معناها على الشهوه بيان سور انت باش تتعامل مع كليونت
مش تعامل معاه ما نعرفش انا اي واحد باش تعامل معاه باش يطرح عليك المشاكل هذه باش يعاود يقول لك نفس اللي كانوا يحكيوا فيه الكل كي هذه مناش كيفاش الا انت فديتو ما جاوبتش تصور انت في النهار يسالك ساعات كليون يجي جست باش يسالك هيك شني اسمعني تو احنا كيف نجمو نلقاو حل ما تخلوا نستعملوه الحل انت قلت دكتور جمل هكا ولا ليه والدكتور جمل اللي جاي لهنا يضيف اي انا تفرجت وقت اللي عملنا على عمليه التجميل هكا ولا ليه انا نتفكر دكتور جمل قلبه طيب على الاخر معناتها فهمتني ولا ليه ونتصور اللي هو مستعد باش يتبرع ويعمل لك نتصوره مستعد اللي باش يتبرع يعمل العمليه هكا ولا ليه طب اسمعي ما تعرفش كيفاش نسبقوا الخير هاو نسبقوا على دكتور جمال هاو نسبقوا على دكتور جمال